سريعا سريعا، لماذا لا يعاد إلى مدينة إقامته داخل تركيا بدل الترحيل؟ لأنه الترحيل مشكلة، كأنه في استغلال لأي ثغرة يرتكبها المواطن السوري من أجل التخلص منه. هنا 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 النقطة الأساسية أريد أن أركز عليها. يا سيدي، ليس كل من يعمل في السلك الحكومي والدبلوماسي هم يعني ربما يطبقون القانون وفق القانون، وربما هنالك بعض الدوافع الشخصية لأنهم لا يؤيدوا الحكومة، لأنهم هم ربما يكونوا يدعمون المعارضة أو حزب الشعب الجمهوري، فيريدون أن فقط يأخذ ممسك أو حجة ليقوموا بسياسة الاستفزاز وسياسة ربما لا تتماشى مع روح القانون ولب القانون. لذلك نقول على الإخوة السوريين الرجاء عدم إعطائهم ذرائع الالتزام مطلق بالقانون، وإذا ما كان هنالك انتهاك لهذا القانون فعلينا أن نلجأ إلى المحامي، هو الذي سيأخذ حقهم هذا الموضوع. تمام دكتور زكريا، إذن على المواطن السوري والعربي في تركيا أن يلتزم بالقانون. بكل تأكيد، حتى من هذا المنبر وأنا أتفق مع الأستاذ يوسف، الالتزام بالقانون مهم، لكن حقيقة الذي يعني عايناه، وأنا يعني عملت بهذا الملف بشكل أو بآخر، ملف اللاجئين والمؤسسات الإنسانية في تركيا، يعني هنالك يعني أحيانا عمليات ترحيل حقيقة يعني ما بتقدر تقول عنها قانونية وصحيحة وأنها طوعية، لا، هنالك إشكالات حتى البروباغندا التي تستعمل وقسم كبير منها غير دقيق، يعني عن حالة السوريين، عن حالة الإساءات، يعني هناك بروباغندا تنتشر هدفها انتخابي سياسي، لكن عمليا عم تقع برأس هؤلاء الناس اللي ليس لديهم أي يعني اختيار. شو المطلوب من